من بيعيننا؟ إذا أنا ما اشتغلت على روحنا من بيساعدنا؟ أكيد واحنا مو بنروح نطر يدنا، مو بنروح نمد إيدنا. يعني هاي الشغلة بالنسبة لي يعني وايد تساعدنا حق إحنا نكبر نفسنا أو اللي إحنا نعيش. أنا اسمي حسان صباح، عمري 22 سنة، طالبة جامعية. طبعاً أنا عندي 6 أخوان وأنا أكبرهم، يعني أنا اللي عيل الأهل، أنا عيل البيت كامل، وإن شاء الله راح أخطئ أول خطوة في الحلم. أنا أمي وأبوي مطلقين من وإحنا صغار، أبونا مشى عنا وراح يتزوج عنده عيال غيرنا وما يسأل فينا ولا يعرف عنا شيء، وأمي هي اللي قايمة بدور الأم وقايمة بدور الأب. عندي بيعة صغيرة اللي هي عبارة عن طاولة وأكلات وشاي في الشارع أحطها، تقريبا من عمري 15 سنة وأنا قاعدة أسوي هاي الموضوع. طبعا الفكرة جاتنا من كثر الضغوطات والأزمات اللي علي، وأمي يعني ما خلت التدين، راحت تسلفت، راحت بتشتغل أي شيء، أكيد ما بتشوف أمي في هالحالة وأنا أقع بس أحط يدي على خدي، فلازم أتحرك وما في إلا أسوي الأكلات والشايات عشان راح أبيع نترزق الله. وطبعا مستحيل أرضها على أمي اللي هي اللي تروح. يعني لو أتمنى يكون عندي فود تراك عشان نطور من نفسنا، وحق أهلي أن نكبرهم ونكبر إحنا وياهم ونعدل من وضعنا يعني المعيشي. أنا هاي شغلتي وأنا في نفس الوقت طالبة قاعدة أدرس في الجامعة. أتمنى يعني أفوز بالحلم، لأن فعلا أحس أن هاي بيكون عوض بالنسبة لي من كثر اللي أنا شفته في حياتي. إذا أنا بتسمحوا لي نوقف وحييكي يا أحسان. إيه والله حييكي وارفع لك القبعة. بعد بنت عمرك 15 سنة، وبعد حأعطيكم بعد لسه نفس عزيزة، ما كان بدها تجي ولا كان بدها تطلع ولا كان بدها تحكي قصتها. أنت بالعكس، أنت اليوم عم تعطيني أمل والله. يعني كفاية كلامك والله. والله العظيم. والله كفاية كلامك. يعني شو بدي أقول لك فيكي قليل، المفروض ما أحكي عنك والله جد. يعني أكثر، أنت مع مين إجيتي لهون؟ مع أمي. أمك. هي الدعم لي الأول والأخير. الأول والأخير. طيب 15 سنة وعم بتبيعي بالشارع، وكيف دراستك؟ عم تدرسي؟ جامعة سنة ثالثة. سنة ثالثة شو؟ أدب إنجليزي داخلة وفرع ترجمة. والله؟ أنا درست أدب إنجليزي. عن جد؟ إيه، لكن درست من عمرك أدب إنجليزي. ما شاء الله. إيه خلص. درست يعني كمان. وتدرسي بالجامعة وبتبيعي على بخلص جامعتي برجع بفرش الطاولة وببيع. هلا قديش عمرك صار؟ 22. أنت بتشتغلي من عمرك 15؟ إيه نعم. ما بتحسي ابدا اي حرج اذا حدا من رفقاتك شافك عم بتبيعها؟ شيء مو حرام، وما في شغله يعني انها تكون عيب، وانا اللي قاعده اسويها هي مو عيب. ما كان فيكي تتوظفي وتشتغلي؟ حاولت. وتدرسي قصدي؟ حاولت كثير، يعني ما في باب ما دقيته، بس مو براح انطر اكثر واحنا نشوف وضعنا قاعد يدهور. ما يصير. كم واحد انتو؟ احنا ستة. ستة؟ ستة. قديش اعمارهم؟ واحدة خمس ستة وسبعة. ست سنين وسبع سنين، وأنا أكبرهم 22 سنة، وعند أخ أصغر مني بسنة 21، وفي 2 توأم عمرهم 18. يعني أنتوا ستة، حدا منهم التوأم عدونا عم تقولي عمرهم 18 بيدرسوا. واحد لسه متخرج. أنت عم تصرفي عليهم ولا في منهم بيشتغلوا؟ أنا. ما اشتغلوا هني؟ بيدوروا. ما حصلوا شغل لسه؟ ما يئستي؟ ما تعبتي؟ ما مليتي؟ والله أنا صبرت في الوقت، الصبر فيه كان صعب. ليش كان وقت صعب؟ يعني كان برد، في عز البرد بكون موجودة، في عز الحرب بكون موجودة. يعني وكتير مضايقات بحس، كتير نظرات رحمة، نظرات شفقة، يعني كان صعب إني أصبر، بس صبرت. أنت لما حكوا جماعتنا معك شو قالوا لك؟ قالوا مرحبا، وشو قالوا لك بعدين؟ قالوا لي راح يعني انت متأهلة انك تيجي على MBC. قلت لهم ليه؟ طيب انا ما بدي. ما بدي. ليه ما بدك؟ يعني
حاسة إنه ما بدي أطلع على الهويات، ما بدي أحد يعني. هلا قلتي الشغل مو عيب. هو مو عيب، أنا مو مستحية من الموضوع، بالعكس يعني أنا يعني مفتخرة إني قاعدة أسوي كذي. لما إنه هاي شيء مو عيب وإني قاعدة أساعد أهلي، ليش لا؟ طيب أنتي شوفي بنفسك تعملي؟ نفسي أتطور. يعني نطور مكاننا أو أتطور من حالي، يعني إن حالنا ود من الدهور. طيب برأيك إحنا كيف فينا نساعدك؟ ممكن تجيبوا لي فود تراك؟ ما بعرف. هلا فريقنا بهالوقت بالبحرين. طيب. عم بيحضروا له شيء، خلينا نشوف شو عم بيحضروا له. في شغل عم نشغل بس ما صار شيء لسه. لكني حسيت شو هو. لنفترض هلا انت قاعده هون وقلت لك حلمك زبط، فين عيط؟ تعيطي طبعا، فيك تعيطي وتعيطي وكثير، بس مو هلا تعيطي، بكير لسه بكير على العياط. اصلا هي حلقه كلها حلقه عياط. هلكني شو باذني، هلكني اصلا، راح عيط منه لك شو. لنفترض اعطيناك فوترك، شو رح تسميه؟ اولا. علا؟ اولا. اولا. اولا بالفرنسي يعني مرحبا. مرحبا. اولا فرنسي مرحبا. اولا. أوه. اولا مو اولا، انا كنت بمربيه اولا بيقولوا مرحبا. اسباني. 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 ايش معنى اولا؟ طيب ما بعرف. سميه مصطفى. طيب خلاص تكرم عينك. ولا الحلم؟ ولا الحلم. شو شو؟ طيب حفرجيكي شغلي هلا. طيب في عنا زميلنا عبد الرحمن الزهراني، احنا مسجلينه تسجيل مع عبد الرحمن مشان يعني ما نكذب على حدا. ويلا يا عبد الرحمن ارجينا شو عندك. اهلا وسهلا ابو كرم، واهلا بكل متابعين ام بي سي وكل من يحضر اليوم حلقه الحلم، هذا البرنامج العربي الوحيد اللي قدر انه يحقق احلام ناس كثيره. وشهدنا صراحه إن الايام الماضيه يعني تحقيق احلام ناس كثيره وبدات من الصفر. انا ما ودي اطيل الصراحه لانه عارف يا ابو كرم الوضع عندك في الاستديو في شويه ترقب وانتظار لاعلان هذا المشروع اللي هو عباره عن فود تراك لواحد من المرشحين اللي موجودين عندك بالاستديو. انا وصلني اسم الفائز، فاقدر الان افتح عن هذا المشروع ونقول مع بعض. انتم جاهزين؟ يلا، الف مبروك لصاحب الحظ والنصيب احسان من البحرين. الف مبروك يا احسان، هذا المشروع الكبير اللي انت تستاهلينه، ويا رب تكون سنه سعيده عليك وعلى اهلك وعلى اسرتك، وتقدرون بهذا المشروع تبدون حياه جديده وتبدون مرحله عمل جديده تنطلقون فيها في البحرين الغالية على قلوبنا جميعا. أترك لك الآن الصورة والصوت يا أبو كرم، تفضلوا. هاي 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 هاي. هلأ أولا صارت فرنسي. إسباني. وعم تدرسي أدب إنجليزي ما؟ إنجليزي ما فرنسي. أنت عم تدرسي أدب إنجليزي، طب سميها هلو مش أولا. طب خلاص بدك هلو هلو. لا الحلم. شو رأيك تفتحي لي هذا وتشوفي شو في هون؟ شو رأيك؟ طيب. طيب. ما راح أخسر شيء. طيب. طب بدي أفتحها. طب بدي أفتحها. بدي أفتح. مفتاح لتراك. فينا أحضنك. ها؟ فينا أحضنك. تعي أحضنيني. Thank you. ألف مبروك. فخورين فيكي. شكرا. إذا بدك تبكي ما عندنا مشكلة. شو؟